تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الثلاثاء الهادي اللطيف اللي يقع نصف الأسبوع بعيد عن زحمة الأحد وعن ربشة الخميس. هذا هو برنامجكم، برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في البداية نرحب بالطاقم الموجود معاي، نمر محمد عبدة في الإخراج وأحمد سلامة في التنسيق، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، ومعاي اليوم زميلي عبد الله جمعة. صباحك ورد، نورتنا في الاستديو عبد الله. النور والسرور، الله يحييك، الله يحييك دكتورة. نرحب بالمستمعين في بداية البرنامج هذا ونذكرهم بأرقام التواصل يا عبد الله. نعم مستمعين الأعزاء، مثل ما تعرفون البرنامج هذا برنامج مهم، ومثل ما نقول دائما إن نتحدث عن مواضيع مهمة تخص الصحة والسعادة، فحابين تواصلكم خلال الساعة هاي على أرقام التواصل 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ممتاز. طبعا مثل ما دائما نذكركم بأن هالبرنامج هو برنامجكم، مذيع يسولف ساعة كاملة على هو يستيمو البرنامج، ممل ما حد يبي يسمعه، لكن لما تتواصلون معنا ترشون اقتراحات ملاحظات شكاوي شكر، رحتوا مكان شفتوا خدمة حلوة متميزة اتصلوا شكروا الموظف اللي قدم لكم الخدمة، أو رحتوا مكان، ورد دائما أكد على موضوع الاقتراحات، رحت مكان حصلت خدمة جيدة بس تحس إنه بشوية تغيير تكون خدمة أفضل، فهذا هو دوركم أنتم كمتعاملين، نبغى نخلق متعاملين إيجابيين. شو المتعامل إيجابي؟ يعني مسير مكان يعجبني شيء أشكر، يوم أسير مكان ما يعجبني شيء أقدم ملاحظة قبل ما توصل الشكوى، أقدم ملاحظة أو اقتراح للتحسين. ترى أنتم لما تقدمون اقتراحاتكم، وأنا أتكلم بحكم أن الشغل يعني مثل ما على قولتنا من يوم الشغل في العيادات، يعني في قلب ال- 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 الهيئة وقلب المتعاملين، يعني دائما نتعامل مع المتعاملين بشكل يومي، فدائما اقتراحات المتعاملين للتحسين هي أفضل مدخلات لنا للتحسين. ولما تقدمون اقتراحاتكم دائما أقول تبون عندك مقترح للتحسين كيف تقدمه، يا تتوجه لإدارة المركز اللي أنت تابع له في المستشفى، تتوجه لقسم علاقات المتعاملين، أو عندكم قنوات التواصل المختلفة السوشيال ميديا، أو عن طريق وصل صوتك، أو عن طريق رقم الهيئة، قدموا مقترحاتكم. لا تخلوا المقترحات عندكم تقولون لا والله اقتراح صغير هذا شو بيغير، صدقوني أصغر الاقتراحات تعطي أكبر النتائج. رح نروح إن شاء الله الحين إلى أسماء الجناحي، رح تقولنا ما هو جديد السوشيال ميديا. صباحك ورد يا أسماء. أسماء ألو أهلا. التغذية لا أسماء مو بجاهزة، بناخذ أخصائية التغذية. صباحك ورد يا ثريا. هلا صباح النور، هلا دكتورة ندى، أهلا فيك، حياك الله بصحة وسعادة. الله يحييك ويبجيك حبيبتي. اليوم موضوعنا صراحة مواضيع تختارونا صراحة للتغذية مواضيع جدا جدا جميلة، كل يوم أقول موضوعنا اليوم جميل بس لما طالع ما شاء الله كل مواضيع جميلة ومهمة. اليوم موضوع يهم فئة من المتعاملين أو من المرضى اللي صارت الحين نلاقيه بشكل متكرر أكثر، اللي هم اللي عندهم مرضى حساسية اللاكتوز، وشو هي مصادر الكالسيوم لهم بما أنهم يقررون يبتعدون عن منتجات الألبان، فنعطيه أول شيء شو هي حساسية اللاكتوز وشو مصادر الكالسيوم لهالنوع من المرضى. إن شاء الله اليوم نحن بنتكلم عن حساسية اللاكتوز. طبعا أول شيء لازم نحن نعرف بمنتجات الحليب والألبان تحتوي على شو. تحتوي على ثلاثة مكونات رئيسية اللي هي دهون الحليب وسكر الحليب اللي هو اللاكتوز وبروتين الحليب هو الكازين، وزائد الفيتامينات والمعادن، وأهمها طبعا المعدن الأساسي اللي هو الكالسيوم اللي هو المهم في بناء أنسجة العظام. طبعا شو هو اللاكتوز؟ اللاكتوز هو نوع من انواع السكر المتواجد في الحليب، ويوجد اعراض لعدم تحمل اللاكتوز منها انتفاخ في البطن بسبب تراكم الغازات الزائده، ممكن الاسهال خصوصا بعد نص ساعه الى ساعتين من تناول وجبه تحتوي على اللاكتوز، الشعور بالنفخه، الام في المعده، الام في البطن، الغثيان،
فهاي دائما تكون أعراض عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية اللاكتوز. لحساسية اللاكتوز أسباب، وهو السبب الرئيسي طبعا لها، اللي هو قصور في إفراز هرمون أو إنزيم اللاكتيز. فإذا كان في قصور في إنزيم اللاكتيز اللي هو المسؤول عن هضم سكر اللاكتوز، تحدث هذه الأعراض. أين يوجد سكر اللاكتوز؟ موجود طبعا في الحليب ومشتقاته، مثل أنواع الحليب كاملة، مثل الزبادي، مثل القشطة، الزبدة، حليب الماعز، كل هذه طبعا موجود فيها السمن، موجود فيها اللاكتوز. عشان شي يحاولون المرضى اللي عندهم حساسية اللاكتوز أنهم يبتعدون عنها. الحين بيجي السؤال، إنه إذا كان هو عنده قصور أصلا أو عنده طبعا حساسية اللاكتوز، من وين أنا بحصل من الكالسيوم؟ مثل ما نحن عارفين أن كل واحد كل فئة لها احتياج للكالسيوم. فعندنا طبعا في بعض الأشخاص المصابين بعدم تحمل اللاكتوز يقدرون يأخذون كميات بسيطة ما تأثر أصلاً ولا تسببهم سايد إفكت، إذا خذوا نسبة بسيطة من الجبن أو اللبنة أو شيء من هالقبيل. ولكن إذا حصلوا أنه أوردي تسوينهم أعراض، يتوقفون عن هالشيء على حسب طبعا حساسيتهم كم وكم مدى الحساسية عندهم. عندنا بدائل لمنتجات الحليب والألبان عشان إحنا ما يستوي عندنا نقص للكالسيوم. عندنا البدائل اللي هو حليب الصويا وحليب الأرز، اللي 180 جرام منه يحتوي على 300 ملي جرام من الكالسيوم. عندنا عصير البرتقال المدعم بالكالسيوم، الكوب الواحد منه يحتوي على 350 ملي جرام من الكالسيوم. عندنا السردين وهو أهمه، 90 جرام منه يحتوي على 325 ملي جرام من الكالسيوم. عندنا أيضا رقائق الذرة المدعمة بالكالسيوم تحتوي 30 جرام على 235 ملي جرام من الكالسيوم. عندنا الفاصوليا، عندنا السبانخ، الخضروات الورقية، المكسرات مثل اللوز 30 جرام منه يحتوي على 75 ملي جرام من الكالسيوم. فلازم احنا نتبع نظام غذائي صحي له بدائل عديدة من محتويات الكالسيوم عشان ما يستوينا أي نقص في الكالسيوم. التنوع في الأغذية اللي تحتوي على جميع العناصر الغذائية، تناول الأغذية اللي هي عالية بالألياف اللي تقلل من الإصابة بالإسهال، وأيضا يوم بياخذون حتى وجبة لو حتى كانت فيها نسبة لاكتوز بسيطة ياخذونها مع وجبة، ما تكون وجبة بروحها أو منفردة. عندنا هنا مصادر الكالسيوم اليومي أو احتياجنا اليومي من الكالسيوم. عندنا من ذا كان من سنة لثلاث سنوات يحتاج إلى 500 ملي جرام من الكالسيوم، من 4 إلى 8 سنوات يحتاج إلى 800 ملي جرام من الكالسيوم، من 9 إلى 18 سنة 1300 ملي جرام من الكالسيوم، ومن 19 إلى 50 سنة 1000 ملي جرام من الكالسيوم، وأيضا من 51 وفوق 1200 ملي جرام من الكالسيوم. ممتاز. وطبعا دائما تنصحون ان ناخذ الكالسيوم من المصادر الطبيعيه احسن، افضل من المكمل. نعم افضل من المكمل، لان الامتصاص يكون افضل واحسن يعني يكون. وطبعا لازم احنا نفرق بين الحساسيه من اللاكتوز والحساسيه من بروتين الحليب، وهذا دائما يكون في كونفيوز بينهم. حساسيه اللاكتوز اللي هو مثل ما قلنا قصور في افراز انزيم اللاكتيز، ولكن حساسيه بروتين الحليب يسمونه كازين، هذا يكون مشكلة في جهاز المناعة، أن الجهاز المناعي يهاجم البروتين الحليب، وبالتالي يؤدي إلى مضاعفات أو أعراض، هي منها أعراض تنفسية مثل الإصابة بضيق التنفس أو أعراض جلدية يسبب إلى ظهور حبوب أو شيء من هالقبيل، بالإضافة إلى أعراض الجهاز الهضمي. من واللي يحدد هالشيء؟ لازم الواحد إذا حس بهاي الأعراض أول شيء يروح للطبيب ويستشير الطبيب ويسوي الفحوصات اللازمة، ومن ثم الطبيب طبعا يحط له الخطة الطبية اللازمة. نعم. ومن ثم ينتقل عندنا طبعا وش نحط له الخطة الغذائية. ممتاز. استاذة ثريا، في بعض الناس حتى لو ما عندهم حساسية من اللاكتوز يتوجهون الى استخدام منتجات الالبان الخالية من اللاكتوز، انت شو رايك في الموضوع؟ هل تشجعين واحد ياخذ الحليب او منتجات الحليب كاملة لو هو ما عنده حساسية؟ والله نحن ما نشجع، لأن إذا المعدة تعودت أنها تأخذ شيء خالي من أي
سواء من اللاكتوز أو من الجلوتين أو أي شيء من هالقبيل، بتكون المعدة أكثر حساسية لهالموضوع. صحيح. وبالتالي إذا رجع مرة ثانية ياخذ هاي المنتجات بيحس إنه في تلبك معوي أو يحس في آلام في المعدة. دامني أنا ما عندي أي مشكلة، ليش ما نحن ناخذ ونستفيد من هاي الأشياء كلها؟ ترى اللاكتوز مهم، الجلوتين مهم، كل هاي الأشياء مهمة. إذا أنا ما عندي أي مشكلة ممكن إني آخذ كل هاي المكونات وكل هاي المواد الغذائية الطبيعية، إلا إذا كان في مشكلة معينة. نعم أختي ثريا، أيضا هناك بعض التساؤلات من الناس، البدائل اللي أنت تفضلتي فيها موجودة ولكن الناس تتخوف لأن هاي البدائل قد يكون فيها مواد حافظة مثلا، فشو تنصحين؟ نعم. طبعا في مواد حافظة موجودة، أنصح بقراءة أول شيء قراءة البطاقات الغذائية. قراءة البطاقة الغذائية مهمة جدا، لأن البطاقة الغذائية هي الدليل وهي هوية المنتج. فساعات تكون الإضافات أو المواد الحافظة اللي موجودة فيها ساعات تكون طبيعية، لازم المواد الغذائية ينضاف لها بعض المواد الحافظة على أساس تحفظها. ما يسوي إن نحن نأخذ بعض المواد الغذائية بدون مواد حافظة بسيطة. ونحن عندنا جهاز رقابة ممتاز جدا في بلدية دبي الحمد لله، تحت معايير معينة يمشون عليها ولله الحمد. في بعض المضافات الغذائية يكون من ضمنها موجود لاكتوز، من ضمنها موجود كازين، من ضمنها موجود هاي الأشياء كلها، فلازم نحن نلاحظ ونقرأ البطاقة الغذائية، مهمة جدا. ممتاز، شكرا لك أستاذة ثريا التميمي أخصائية التغذية في هيئة الصحة، هذه المداخلة بعنوان مصادر الكالسيوم لمرضى حساسية اللاكتوز. شكرا لك ونهارك سعيد. العفو. شكرا. رح نطلع إن شاء الله حين فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله نواصل. صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا مرة ثانية، رجعنا لكم ونرحب بكل من تواصل معنا، ونذكركم برقم التواصل على 6005514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء بناخذ الأخت أسماء الجناحي وبنشوف شو عندها في موضوع السوشيال ميديا. أختي أسماء صباح الخير. صباحكم الله بالنور أخوي عبد الله، عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا مرحبا، حياك الله يا أسماء. الله يحييكم. احنا بدنا نعطيكم نبدا بالاشياء اللي صارت في حسابات وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصه بهيئه الصحه. امس كان يعني كان في نشره بخصوص التعاون مع دائره دبي الذكيه، وتم اطلاق اداره اوقات العمل. اداره اوقات العمل هي اتمته نظام المناوبات، وهيئه الصحه تعتبر اول جهه حكوميه تبدأ تطبيق هذا النظام الذكي، واللي هو موجود في تطبيق الموظف الذكي لدبي الذكية. ممتاز. أيضا هناك تعاون بين هيئة الصحة واتحاد الكرة، كان في مثل اجتماعات لبحث سبل التعاون بين الجهتين. من ضمن الأشياء نحن كنا حاطين من أسئلتنا الأسبوعية، كان في سؤال يقول ما هو الأفضل، الرضاعة الطبيعية أم الحليب الصناعي؟ وصراحة أنا حسيت السؤال وايد سهل. أي وايد يكون في حد جاوب غلط. اللي جاوب غلط طرشي رقمه. ما بنكافئ اللي جاوب صح، بنعاقب اللي جاوب غلط. أمس كنا حاطين، فيعني عقب ننتبه إن في رد واحد يقول يعني كاتب إن يعني شيء محزن إن أشوف الناس مختارة الحليب الصناعي. فلما أشوف النسبة يعني السؤال بالعربي 8% قالوا إنه يعني الحليب الصناعي أفضل، وباللغة الإنجليزية كان 4% أفضل. فيعني أنا خزمت، أنا قلت السؤال وايد سهل يعني ما توقعت. نحن حطينا نفس السؤال على الانستغرام وكان الرد حفظ لكم أيام يعني هذا يصدم أكثر بعد 8 وتقريبا هم من عدد 48% قالوا الرضاعة صحيح، حاطينها مستهمين فوق. فتقريبا لقيت 8% من الأشخاص يقولون إن الحليب الصناعي أفضل، هذا موضوع يعني فعلا يعني يضايق تبيض الصدر. أكيد. وإحنا وإحنا أخذنا كله منشآت صديقة للأمومة والطفولة وفقط رضاعة طبيعية، ولاقي الناس للحين تقول رضاعة صناعية أفضل. لا حرام حرام والله حرام. عادي زمان.
انزين. ايضا من ضمن الاشياء اللي كانت موجوده عندنا نحن نذكر دائما بطبيب لك المواطن. طبيب لك المواطن هي مبادره تغنيك عن زياره الطبيب في الحالات الغير الطارئه. فنحن حطينا طرق تسجيل في قنوات التواصل الاجتماعي امس. اللي حاب يعرف كيف تفاصيل تسجيل تحميل التطبيق واستخدامه ممكن تدخلون حسابنا امس تشوفون الفيديو الموجود. ونختمها بالرساله الصباحيه اللي تقول إن أردت النجاح فعليك أن تبحث عن الفرص في كل عقبة تواجهها، فكن متفائلا إيجابيا وسيصب تركيزك على أفضل الفرص. نحن مشكلتنا طريقة تفكيرنا هي اللي تخلينا نختار الأشياء الغلط أو القرارات الغلط أو ساعات تعمينا عن الفرص اللي موجودة. ففي صحيح. كل شيء لو نركز على الإيجابيات ونغير طريقة تفكيرنا راح نشوف الفرص في كل شيء نحن نسويه. أكيد. وأنتي بصحة وسعادة يا أسمى. شكرا لك حبيبتي، نهارك سعيد. شكرا يا أسمى. من أسمى نروح إلى الدراسة. اكتشف علماء جامعة بنسلفانيا الأمريكية أن تناول الجوز، يعني اليوز أو عين الجمل، يوميا يزيد من أعداد البكتيريا المفيدة في الأمعاء ويساعد أيضا على تعزيز عمل القلب. اكتشف علماء الجامعة سابقا أن اتباع نظام غذائي يحتوي على الجوز فيه نسبة مخفضة من الدهون المشبعة. يعني أنتوا لو تمشون على نظام غذائي، هذا النظام الغذائي مالكم فيه نسبة مخفضة من الدهون المشبعة ويحتوي على الجوز، فإن هذا النظام بيساعدكم في يخفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم، وهالاثنين يعزز عمل القلب. خصص علماء الجامعة الدراسة الحالية لمعرفة تأثير الجوز في عمل الجهاز الهضمي، ومن أجل ذلك اختاروا 42 متطوعا يعانون من الوزن الزائد أعمارهم بين 30 و65 سنة. وبينت نتائج تحليل العينات أن تناول الجوز يوميا يزيد من أعداد البكتيريا المفيدة في الأمعاء. يعني إلى الآن الجوز، طبعا أمهاتنا من صغرنا شو كان يقولون؟ تمو تكون أذكية كله جوز لأن يشبه المخ، صح؟ بعدين طلع يعزز عمل القلب، يخفض الكوليسترول وضغط الدم، والحين يعزز الأمعاء البكتيريا المفيدة في الأمعاء. عبد الله قلت لي أنت كل يوم تأخذ جوز، صح؟ نعم. يقول لي يستهلك الجوز، كيف تأكل الجوز كل يوم؟ والله أنا أكله يعني على فترات، يعني طول الفترة الصباحية بعد الإفطار، وبكمية يعني مثل ما يقولون قبضة يد، يعني قبضة يد الجوز طبعا. وقلت لي ني ما تاخذه محمص او طبعا ني، لان فائدته دكتور اكيد انت تعرفين اكثر مني ان يكون فيه الاملاح اكثر، يعني يحافظ على المعادن ويحافظ على الفيتامينات مالته. تعرفون على سيرة الجوز، قبل مدة كنت ما ادري وين مودي عيالي سوق شعبي، وكان حاطين اكياس من الجوز، فاقول حق عيالي ان هذا هو الجوز، يقول لا، لان قالوا هذا مو جوز، شو هذه الفاكهة الغريبة؟ أقول مو فاكهة، هذا مكسرات. دائما احنا معودين عيالنا نراويهم الجوز وهم مقشر، فهناك كان محطوط بالقشر ماله مكور، فعيالي مستغربين انه شو هذا اللي مكور كذي ويابس. فتجربة جميلة ترى ان احنا نعلم عيالنا الأشياء بمصادرها الطبيعية، يعني يكون مو مقشر بالقشر ماله يتعرفون عليه، باكر ما يصير يقولون هاي فاكهة، ناس مع عيالي قالوا عن الجوز انه فاكهة. فنعرف عيالنا عن الأشياء ونعزز في عيالنا ترى مكسرات، ما أنا نعرف الأطفال بالعادة المكسرات مو بالخيار الأول لهم، خصوصا احنا بنعطيهم المكسرات طبعا اللي تكون نية، اللي ما تكون محمصة، ما تكون مملحة، ما يكون عليها بهارات، فما يكون بالعادة الخيار الأول. لكن ممكن دخلت تدريجيا، تعرف اذا ممكن نحط لهم في كورن فليكس ممكن شوية. وتعرف عبد الله انا احس انه ما نعطي عيالنا، لان كثير من الامهات الحين عندهم فوبيا من حساسية المكسرات، اللي عندها اللي عيالها عندها وعيالها ما عندها كلهم يخافون من حساسية المكسرات. وأيضا المدارس تلاقي كله مكتوب عليهم not free environment، إنه ممنوع يدخل أي نوع أنواع المكسرات، لأن طبعا الأطفال عندهم حساسية الفول السوداني. فأحس هذا عزز إن عيالنا ما يتناول المكسرات بشكل كافي. صح. بس مثل ما ذكرتي دكتور أنت الحين في كثير من الحلويات في بعض الأماكن على نفس النقطة اللي تفضلتي فيها، انه يخلطونه مع الشوكولات او مع الاشياء، صح، الثانية، بحيث انه يوم الطفل يشوفه يتشجع انه هو ياخذه وهو ايضا يكون فيه مكسرات. اكيد اكيد. نعم. اكيد. فهذه دعوة لنا كأمهات ان نحاول ندخل المكسرات في بيوتنا عن عيالنا. وطبعا انا عن نفسي ما اطرش اي شيء في اي نوع مكسرات للمدارس، لان فعلا في اطفال يعانون من حساسية من المكسرات، فعشان وصل المدارس عندها نظام عدم مشاركة الطعام معظم المدارس حاليا، لأن يخافون الأطفال اللي عندهم حساسية البيض، حساسية الحليب، ففي نظام عدم مشاركة أصلا. لكن في البيت نقدر يعني نعود عيالهم يتناولون مكسرات. وبالعادة لاحظت الأطفال يتقبلون أكثر شيء اللوز،
يحسونه شيء صغير ولذيذ، يتقبلون اللوز اكثر شيء، فممكن ندخله عندهم شوي شوي. احنا حنطلع ان شاء الله الحين فاصل سريع يا عبد الله، بعد الفاصل حيكون عندنا موضوع جدا مهم عن مركز دبي للاخصاب وانجازاته، فاذا عندكم اي اسئله تخص المركز فهذه فرصتكم، تابعونا بعد الفاصل. صحه وسعاده. مستمعينا الاعزاء يا مرحبا بكم وسهلا مره ثانيه، وارحب بكل من تواصل معنا، واحب اني اذكركم بارقام التواصل على 600551414 وعبر الرسائل النصيه القصيره اس ام اس 4006. نجح مركز دبي للاخصاب التابع لهيئه الصحه بدبي في تحقيق الامل والسعاده لالاف الاسر الباحثه عن الانجاب من داخل الدوله وخارجها منذ تاسيس المركز عام 1991. والى جانب نجاحاته المتواصله ومكانته الرياديه الدوليه، تمكن مركز دبي للاخصاب من الحصول على اعتمادات دوليه وشهاده الفئه الماسيه العالمية بتفوق جدا، وتسجيله لأعلى مستويات ونتائج تجديد الاعتماد الدولي لمعايير القيادة الكندية لتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب بنسبة بلغت 99.9%. ما شاء الله. وبعد نجاح في تحقيق جميع اشتراطات ومعايير الامتياز المعمول بها عالميا في مجال الصحة الإنجابية، ومستمعين الأعزاء للتعرف إلى مركز دبي للإخصاب ودوره الحيوي في تحقيق أمال وسعادة وأحلام الباحثين عن الإنجاب وعلاج مشكلات العقم، يسعدنا ويشرفنا أن تكون معنا في اللقاء اليوم، لقاء سميناه دكتورة ندى لقاء مفتوح، الأستاذة الفاضلة هنا طحوارة مدير مركز دبي للإخصاب. أختي هنا أهلا ومرحبا فيك، وصبحت الله بالخير والنور والعافية. أهلا وسهلا، وأنا يسعدني أني أنا أكون ما بينكم اليوم، وأشكركم على إتاحة الفرصة هذه لي للتحدث عن إنجازات مركز دبي للإخصاب التابع لهيئة الصحة بدبي. نعم أختي هنا، طبعا مركز دبي للإخصاب مثل ما ذكرنا مركز عالمي ومركز حيوي ومركز يعني من خدماته أنتوا تسعدون المتعاملين بأن يعني الإنسان يحصل شيء يسعده في حياته. خبرينا عن المركز أختي هنا، وشو الكفاءات اللي موجودة وشو التقنيات الحديثة اللي موجودة عندكم في مركز دبي للإخصاب؟ إن شاء الله. طبعا مثل ما تفضلت، مركز دبي للإخصاب مركز رائد في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وعالميا، ومقاييس الأداء عندنا اللي تستقطب العملاء هي نسبة نجاح الحمل وارتفاعها على مدى الخمس سنوات الماضية. تم إنشاء هذا المركز طبعا من 25 سنة، فبالتالي هو يعتبر أول مركز حكومي على مستوى دولة الإمارات، تبعته توالي بعدين يعني على مدى السبع سنوات اللي مضت بعض المراكز الحكومية في إمارة العين وأبوظبي وحاليا في الشارجة. فنحن طبعا بيننا تعاون مع مختلف الجهات سواء على القطاع الحكومي أو الخاص في أن نحن ننمي ونطور الخدمات المقدمة. فعلى سبيل المثال، من أكثر الأمور اللي هي تعزز تحسين إجراءاتنا الحصول على اعتمادات دولية، فهذا اللي احنا نهجناه، ونحن نعتبر أول مركز متخصص في علاج العقم والإخصاب أنه يحصل على اعتماد دولي على مستوى الدولة. نحن أول مركز، كان هذا الكلام في عام 2016، فبالتالي التطبيق مثل هالمعايير يساعدنا ان احنا نسوي قاعده واسس للتعامل باقصى حالات الحذر بامان مع العينات البشريه اللي هي في مجالنا وتخصصنا وفي صميم عملنا. فبالتالي الحمد لله اثبتت هاي الشهاده مدى التزامنا وحرصنا على الارتقاء باجراءات العمل.
ممتاز. استاذه هنا انت قلتي اخذتوا اعتماد انتوا اول مركز، اتوقع مراكز تخصصيه نفس مركزكم يعتبر حصول اعتماد عليه وايد يكون صعب لان يكونوا وايد دقيقين، فخبرينا شوي عن صعوبه حصول الاعتمادات لان عندكم خصوصيه محدده في العمل عندكم في المركز. نعم مثل ما تفضلتي واجهنا هذا التحدي في 2016 لما جانا اشتراط، احنا مقرنا في مدينه بي الطبيه. نعم. ومن اشتراطات استمرار العمل في مدينه بي الطبيه ان منح اعتماد دولي لمختبر علم الأجنة. نعم. اللي هو متخصص بعملية وتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب. مه. فبالتالي بحثنا على المستوى المحلي والعالمي وتوصلنا إلى أن في معظم اللي يعتمدون الإجراءات الاعتيادية اللي هي في العيادات أو في المستشفيات. مه. مثل الجي سي آي اللي هو الأسهل يكون. نعم. نعم. ما مسألة أسهل، هو كله صعب وفي معايير. مه. بس أن في, في, في مجال التعامل مع العينات البشرية هني احنا واجهنا الصعوبة. صح. أن تغطي المختبر وليس العيادة فقط أو غرفة العمليات. نعم. أو ما بعد العمليات الريكفري روم. فبالتالي من خلال الدراسة حصلنا بس على هذا الجهاز اللي هو يقدم مثل هذه الاعتمادات اللي هو الكندي. نعم. برنامج كندي يقوم بوضع أسس التعامل الآمن مع العينات البشرية من أخذ العينة من الزوج والزوجة إلى مرحلة التلقيح، طبعا إلى جانب معايير ما يقل عن 86 معيار في الليدرشيب والقيادات. فإحنا بعد الحمد لله قدرنا أن نحقق 100% في معايير الليدرشيب. الليدرشيب يشمل معايير من حيث السيفتي، من حيث الوقاية، من حيث الهابينس أو سعادة المتعاملين. نعم. سعادة الموظفين. نعم. المنشآت في عدة أمور. أكيد. إلى جانب معايير ما يقل عن 102 معيار تخص بس الجوانب الفنية في نطاق مختبر العينات البشرية والتجميد والتعامل بالتقنيات الأقصى. نعم. ممتاز. دكتورة على كلامك يعني أن هم يعني بسبب خصوصية أو التخصص اللي قدم المركز هذا أيضا النسبة اللي أبوها 99.9% للاعتماد أيضا هذا يعتبر يعني إنجاز كبير. أكيد. جدا بالنسبة للمركز. كان تحدي جدا كبير فعلا. أكيد. يعني الكل أول ما ابتدينا أن كيف إحنا بنقدر وكيف. صح. سوينا الحمد لله نظمنا أمورنا. جلسنا على مستوى احنا نعمل على فريق على مستوى فريق وبدعم من الادارات العليا في هيئة الصحة استطعنا ان احنا نوفر كل هاي المتطلبات. طبعا عندنا مرحلة تحضيرية كبيرة يزيد التوتر كل ما نجرب التقييم. صحيح. بس الحمد لله العمل بروح الفريق الواحد والثقة في النفس تخليك دائما تنجح. فأنا دائما أقول لهم مهما كان مجرد أسئلة مجرد ما أننا إحنا عندنا بوليسي وعندنا أسس عندنا إجراءاتنا وسياساتنا موجودة. اللي يعمل لابد أن يخطأ. أكيد. ما في مجال أنك ما تخطأ بس الشطارة في أنك أنت تكون على علم ودراية. صح. بهذا الخطأ وأنك توضع لخطط تحسينية. بالضبط. على المدى القريب والبعيد. أكيد. ساعات ما تقدر تنجز في مدى قريب. ساعات تحتاج مثلا على سبيل المثال محدودية المكان على سبيل المثال عندنا كانت من التحديات اللي نواجهها محدودية المكان ومدى تأثير هذا علينا نقدم الخدمات ونتوسع في خدماتنا. سعينا إلا أن نحن نكون في نطلع على بدعم من هيئة الصحة طبعا ووضع خطط استراتيجية بعيدة المدى أن يكون مبنى مستقل. صح. فنحن ما شاء الله الحين في مرحلة إنجاز. كان هذا الموضوع من 4 سنين أنه صعب ومستحيل. صح. الحين إحنا في المرحلة النهائية إن شاء الله بنكون على نهاية السنة. فدائما الخطط التحسينية هي يعني أكيد. الأساس في أكيد. إحنا بس نذكر أرقام التواصل. إحنا عن موضوعنا اليوم عن مركز دبي للإخصاء معنا الأستاذة هنا طحوارة مدير مركز دبي للإخصاب. فتواصلوا معنا على 6005-5-1414 والرسائل النصية على 4006. أستاذة هنا طبعا وصول المركز مركز دبي للإخصاب إلى هذا المستوى الريادي المستوى العالمي في الخدمات أكيد هناك في دعم متواصل ودعم دائم من هيئة الصحة بدبي. شو أهمية هذا الدعم بالنسبة لمركز دبي للإخصاب؟ أكيد لا بد أن إذا في إنسان عنده تحدي أو أي جهة عندها تحدي
وحددت هذه التحديات وتم دراستها بشكل سليم ودعمها من الجهات المعنية في الـ في الـ في الهيئة، أكيد بيكون في تجاوز وإنجاز نجاحات. على سبيل المثال عندنا نحن من أفضل الكوادر الطبية على مستوى الدولة، أكبر الكوادر الفنية في مختبر الإخصاب، يعني عندنا تقريبا طاقم ما شاء الله فيه عندهم تجانس في العمل، لأن الحالة ما يترتب علاجها فقط على زيارة الطبيب، لابد أن يكون في تعاون كبير ما بين الطبيب ومختبر علم الأجنة ودراسة الحالة. والأكثر من هذا الاعتمادات الدولية خلتنا نشرك العميل في مرحلة تطور نمو الأجنة بعد التلقيح. هذا الشيء ما كان قبل موجود، حاليا إلزامي وإجباري أن يكون في جلسة استشارية من بعد الجلسة الاستشارية مع الطبيب مع موظفات مختبر الإخصاب، يكون المريض على بينة بكل مراحل نمو وتطور التلقيح قبل ترجيع الأجنة. فهذا الشيء أدى إلى يعني فعلا رفع سعادة المتعامل لدينا. بالضبط، حتى ممكن يحسن فرص الحمل بعد. نعم. هذا نعم. يعني يكون واحد عنده خبرة أنه شو المتوقع منه. نعم. هاي خطوة جدا مهمة أن يكون عميل عليه عنده معلومات كاملة ومو بس عملية التلقيح وخلص الموضوع، ولو ما يصير حمل يكون عنده ساتسفاكشن، يعني يكون عارف أنا ليش ما تطورت العينة، يعني الأجنة عندي. بالضبط. نعم أستاذة هنا أيضا من الأمور اللي أنا متأكد أن لكم دور حيوي فيها بالنسبة للتوعية عن موضوع انخفاض نسبة المواليد، كيف مركز دبي للإخصاب يتعامل مع هذا الموضوع؟ طبعا نعم، قد يكون في لبس عند الجمهور انخفاض عدد ما بين نسبة انخفاض عدد المواليد ونسبة انخفاض عدم الخصوبة. في فرق في هذا الشيء. الإحصائيات اللي تقول انخفاض عدد المواليد احنا لنا دور بسيط فيها، اما المواليد بشيء نعم من حيث الخصوبه. فمن ناحيه علميه سوينا دراسه على عينه من العملاء عندنا، وبناء على نتائجهم تبين ان في عوامل طبيه وفي عوامل اخرى اجتماعيه هي اللي تقلل من عدد المواليد وليس من عدم الخصوبه. فانا بتكلم عن جانبنا اللي هو يخص عدم الخصوبه. عندنا نسبه الذكور تعود بمعدل 8%. نسبة النساء يعني العوامل اللي هي بسبب النساء 22%، الزوجين معا بنسبة 70%. فبالتالي في العامل المشترك بين الزوج والزوجة هو أكبر نسبة، صح، اللي هو 70%. إضافة إلى 10% إلى أسباب غير معروفة أو غير مصنفة بموجب هذه العينة. فبالتالي نحن إذا خذينا إحصائية دولة الإمارات، نحن 10 ملايين تقريبا آخر إحصائية، منها المواطنين إذا تكلمنا المواطنين تقريبا 1 مليون. كم نسبة المترددين على مراكز الإخصاب وليس مركز دبي للإخصاب التابع لهيئة الصحة؟ عندنا مراكز متخصصة على مستوى الدولة في القطاع الحكومي والخاص وعندهم كفاءات. بس إذا جينا نسبة هذا الـ كنسبة، يعني ما عندنا قاعدة بيانات نحددها بالضبط، بس بحكم تواصل أطبائنا مع الجهات المعنية في تقديم الخدمة مقدرة 5% فقط من إجمالي عدد التعداد السكاني في الدولة السكاني. يعني 5% اللي هم يحتاجون مساعدة طبية على الإنجاب في حالة عدم وجود حمل بشكل طبيعي. فبالتالي هاي جدا نسبة قليلة احنا نشوفها. إذا جينا أخذنا منها المواطنين، إذا 5% أقولي وافدين ومواطنين، نحن كإحصائيات عندنا في مركز الإخصاب تتراوح نسبة المواطنين على مدى 3 سنين اللي طافت ما بين 52 إلى ماكسيمم 56. فمعناه تقولي يمكن 1.5% من 5%. نعم. يكونون مواطنين أو 2%. فنحن من التحديات اللي نواجهها وناقشناها مع الجهات المعنية، وإن شاء الله يعني هم في توجه إلى أن تكون في قاعدة بيانات تشمل عدد المترددين على عيادات الإخصاب، لأن ممكن هو يزورنا نحن، ممكن يزور إمارة أخرى، صح، ممكن يزور مركز خاص عدة مرات. نعم. فبالتالي التكرار هذا يؤدي إلى أن النسبة كبيرة. لا، هو إحنا لازم ننظرهم كزوجين، صح، ما ننظر لعدد زياراتهم. زيارة. ممكن الكابل الزوج والزوجة يزورون 10 مرات نفس المركز. أيوة. فهذا التحدي مش موجود حاليا، فناقشنا على مستوى مع الجهات يعني العليا الحكومية على مستوى
الإمارة أو مع وزارة الصحة، وإن شاء الله يكون في مبادرات تؤدي إلى وضع قاعدة بيانات تفيدنا كلنا كمقدمين للخدمات. ممتاز. أستاذة هنا، هل قاعدة، هل ممكن بتشمل، أتوقع بتكون قاعدة بيانات كبيرة مثلا تشمل حتى شو أكثر أسباب مثلا ترددهم؟ نعم. هل هو مثلا تكرار إجهاض؟ هل هو أصلا قلة خصوبة؟ فعلا بيكون هل بتكون هي بتساعدنا في تحديد العوامل. على سبيل المثال نحن أذكر لك عن عينة المرضى اللي يجونا نحن. نعم. عندنا نسبة كبيرة يجون القانون، مثلا القانون ما يسمح بدء بعلاج الإخصاب في إلا بعد مرور عام من الزواج. نضطر في بعض الحالات نسوي لهم دراسة أو استثناء في حال أن تزوجوا في سن متأخر. نعم. على سبيل المثال إذا قرروا كم الزواج، كم العمر يكون؟ 40؟ 37 وفوق. صح. يعني لأن تقل تنخفض نسبة. صح. الخصوبة كل ما تأخر الزوجين في الزواج. بالضبط. فبالتالي هاي القاعدة بتساعدنا نحن نحل بياناتنا ونحدد الفاكتورز الرئيسي والسليم أو نسبة أكبر عدد أو عامل يؤثر على الخصوبة. نعم. على سبيل المثال مثل ما قلت لك هذا يعني متداول عند الجميع ويقلق الناس كلها، ان نحن عندنا انخفاض في عدد المواليد. انخفاض عدد المواليد ساعات يعود الى قرار الزوجين معا. صحيح. ساعات الزوجين هم يقررون انه والله انا اكتفي بطفلين او بثلاثة. فهذا نحن ما لنا دخل فيه، هذه ناحية مجتمعية. صح. الجهات الاخرى هي اللي تشتغل عليه. بالضبط. بس جوابا على الاخ عبد الله، من ناحية توعية على استطاعتنا احنا والكباسيتي مالنا، نحن عددنا قليل، احنا مسكن 46 موظف في المركز. ويعني ولاهين بتقديم الخدمة، يعني رتم سريع عندنا لان شفت واحد. بس نحاول قد ما نقدر ان يكون عندنا مبادرتين على مستوى السنة الى ثلاث مبادرات، نسوي زيارات ميدانية من قبل الاطباء وفنيين المختبر وخدمة العملاء في تقديم محاضرات تثقيفية. ممتاز. على اللي هم من الاعدادية وساير. ليش؟ لأن ساعات تكيس المبايض بالنسبة للبنات هذا موجود، فكيف يتعاطون وياه بحيث أنه ما يتفاقم بعدين ويكون سبب في تأخر الحمل. يثقفونهم من هاي الناحية. ممتاز. ويكون عندنا بيننا وبينهم تواصل عبر الإيميل في حال أي استفسار أو أي شيء نرد عليهم على استفساراتهم. إضافة إلى المدارس الشباب. بعد في ساعات الدكتور يعني ينبههم لجزئيات تأثر على هرمونات أو تأخر. صحيح. الخصوبة عندهم على سبيل المثال التدخين. فعندنا دكتور محمد القليوبي يراجع هالمدارس ويفتح لهم المجال. حاليا حاطين في برنامجنا حق 2020 أن نسوي تعاون مع الجامعات، ما وصلنا مرحلة الجامعة، فبنسوي نبغي مع جامعة تقنية مثلا وجامعة زايد وبنشوف مدى تعاطيهم ويانا من حيث التثقيف. هذا الجانب العادي. الجانب الأوسع اللي احنا نطلع له أن يكون تثقيف على مستوى السوشيال ميديا بشكل كبير، ويالسين نعد بالتعاون مع الإدارات المعنية في هيئة الصحة فيديوهات تثقيفية عن تقنيات الإخصاب، لأن دائما يكون عندهم تساؤل مهما قروا كيف يعني أطفال الأنابيب، كيف عملية التلقيح المجهري. فنبغي نسهل عليهم الجهد في أن تكون المعلومة من ناحية فنية واضحة بالنسبة لهم. صحيح. نعم. أستاذة هنا طبعا أنا في عندي سؤال ثاني أحب أني أسمع منك بسبب يعني المركز ما شاء الله ونجاحات المركز وخدمات المركز، بس بنخلي عقب سؤالي أن المركز طبعا هناك أنظمة، واليوم أغلب مؤسسات هيئة الصحة بدوي مراكزها تعمل على أنظمة ذكية في خدماتها. شو الوسائل والأنظمة الذكية اللي يستخدمها مركز دبي للإخصاب؟ ومثل ما أنت تفضلتي أن العمليات اللي عندكم دقيقة جدا سواء في المختبر أو الإجراءات في المراحل الثانية، لو تحدثينا في هالجانب أختي. أشكرك على هالسؤال، صراحة بيساعدني أسوي دعاية شوية عن برنامج جديد. ما تحتاجون دعاية أستاذة هنا، ما شاء الله مركزكم مشهور. الله يحفظك. بالنسبة طبعا ضمن سياق هيئة الصحة ومنظومة هيئة الصحة، نحن نتماشى معاهم
تساهم في جميع الأهداف الاستراتيجية اللي هي تحقق التحول الذكي والتعامل بأقل قدر مع الأوراق. من حيث العيادة غطينا العيادة ومراجعات العيادة والأوتي برنامج سلامة، غطينا هالجانب. واجهنا تحدي خلال تطبيق هذا البرنامج إنه ما في إمكانية أن يغطي تخصصنا مثل ما تفضلتوا، اللي هو العينات البشرية وكيف نتعامل بها وشو نسوي في المختبر من حيث تجميد، من حيث تجميع، من حيث تلقيح. فبالتالي حطينا هذا من ضمن خططنا الاستراتيجية، والحمد لله حصلنا على الدعم التام من هيئة الصحة، وتم اعتماد شراء البرنامج واشتريناه، وخلصنا من مرحلة الإعداد على المدى السنة اللي طافت كامل. وبنطلق إن شاء الله، بنعلن عن إطلاقه في نهاية الشهر هذا من خلال مؤتمر الصحة العربي. ممتاز ممتاز. خليني ارجع اوكي خلاص عيير باخذني عقب السؤال. لان السؤال دائما يعني ينطرح علينا في العيادات، انه كيف ممكن نحصل على الخدمه او موعد عندكم في مركز زبالة الاخصاب؟ نعم. وشو الشروط العامة المفروض يكون متوفرة في المقدمة؟ مثل ما تفضلتي، نحن دائما نمشي مع سياق وتوجه الهيئة. فحاليا جميع المواعيد تتم من خلال الكول سنتر اللي هو الرقم الموحد للاتصال الموحد مع لهيئة الصحة. بحكم تخصصنا ساعات تورد بعض الأسئلة اللي قبل ما يحدد الموعد الزوج أو الزوج يبون يعرفون بعض المعلومات. هيئنا طاقم الاتصال الموحد بمعظم الأسئلة والأجوبة مالها، وفي حال إنهم ما كانوا قادرين على الإجابة يتم إرسال إيميل على إيميلنا الرسمي، ويتم الجواب عليه بشكل يعني سريع، واتفاق بينهم انه ما يعدي ال 24 ساعة. فيتصلون الموظفات سعادة المتعاملين بالعميل ويعطون الإجابة. هذا من حيث الموعد. ساعات يصادف ان نحن اكبر تحدي نواجهه وما زلنا يعني نحط الحلول. اللي هو الووك إن، نحن عندنا نسبة كبيرة اللي من غير مواعيد. نعم، من غير مواعيد نحاول قدر المستطاع أن هذا الشيء أن نحن نخفضه، بس مو براضي يتصحح الناس تي عندكم المركز تقول أبغى نشاف اليوم. هو مجبورين، أنا في بعض الحالات نقول مجبورين ولازم نتعاون وياهم. ليش؟ لأنهم من الإمارات الأخرى، من أبوظبي، منكم ما يعرفون إجراءات الحصول على الموعد، بعد ممكن ما يكون عندهم علم. ساعات معظمهم هذي اللي يطيحون في هاي المشكلة اللي هم اوريدي خلصوا مرحلة الاستشارة الطبية المبدئية، بيدخلوا في مرحلة الاستعداد للإجراء العملية اللي هي مرتبطة بوضع المرأة من حيث الدورة الشهرية. ثاني يوم للدورة الشهرية، فهي عشان ما تفوتها العملية في هذا الشهر تضطر إذا اتصلت مثلا ما حد رد او شيء. بس حاليا بعد الكول سنتر الحمد لله ما في ما في كلام انه ما حد يرد. ممتاز. فيونا ونحاول ان نثقفهم حاليا ان يفضل ان يكون تاخذين موعد تقريبي، وفي حال ان تغير التاريخ تغير التاريخ تتصلين وتقولي لهم انا اليوم جاية. فهذا هو يعني المتطلبات. مثل ما قلت لك، احنا نرتبط مو بس سياسات العمل الداخلية على مستوى المركز وهيئة الصحة، لا، عندنا مرجع رسمي واللي هو اتحادي، وانتهز هالفرصة عن الإعلان له الأسبوع اللي طاف. تم يعني حصلنا على نسخة القانون الاتحادي لتنظيم عمليات المساعدة الطبيعية على الإنجاب. الحمد لله. ونحن نتقدم انتهز هاي الفرصة أني أشكر وزارة الصحة على الدور الكبير اللي قامت به مع جميع الجهات الحكومية في أبوظبي أو الإمارات الأخرى أو دبي في إصدار مثل هذا القانون. وأنوه أن هذا بيساعدنا في رفع نسبة بعد الخصوبة، لأن جاوزنا التحديات اللي كانت موجودة في القانون القديم، وأهمها أنهم تم، وأنا كنت من المشاركين من الأعضاء الرئيسيين في هذه اللجنة، بناء على الفيدباك اللي جينا من الجمهور استجبنا له. فعلى سبيل المثال تجميد الأجنة شيء جدا مهم، والحين مسموح تجميد الأجنة لخمس سنين قابلة للتجديد. النقطة الثانية المهمة للعازبات
السماح بتجميد البويضات للعازبات. ممتاز. طبعا بشروط وقوانين بيتم إصدارها في اللائحة التنفيذية خلال الفترة القريبة إن شاء الله. التغيير الثالث وجدا مهم وبعد وكان في تحدي كبير، السماح بنقل العينات البشرية من خارج الدولة إلى داخل الدولة والعكس. فهذا يعني أسعدنا صراحة وبيأثر بشكل كبير إن شاء الله. ساعات المتعاملين أكيد طبعا الموضوع معاكم يطول أستاذة هنا، لأن ما شاء الله مثل ما قلت مركزكم رائع ومتخصص، يبانا أكثر من مقابلة إن شاء الله. أكيد نستضيفكم مرة ثانية عشان ناخذ معلومات زيادة عن التقنيات اللي عندكم بخصوص القانون الجديد اللي طلع بخصوص مساعدة على الإنجاب. أنا شاكرة لك أستاذة هنا طحوارة مدير مركز دبي للإخصاب هذه المداخلة اليوم. تفضل يا عبد الله تختم البرنامج، المخرج يقولنا بسرعة بسرعة بسرعة. أختي هنا شكرا، وحديثنا كان وحديثك معنا شيق ومركز متألق ما شاء الله. مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لفريق العمل في إذاعة نور دبي وهيئة الصحة بدبي، لن نلتقي معكم إن شاء الله غدا. نلقاكم إلى خير ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.